انطلقت من خلال الاستغلال الجيد للمعلومات ووضع خطه مهنيه محكمه مكنت من توقيف الرعايه الاجنبيه على مستوى المدينه الجديده علي مجلي وبحوزته 59 قطعه، تبين بعد اخضاعها للخبره العلميه انها ذات قيمه اثريه وتاريخيه. تم ايضا فيما بعد ايقاف 4 من شركائه على مستوى احدى الولايات المجاوره لولايه قسنطينه بعد استرجاع العتاد المستعمل في التنقيب المتمثل في جهاز حساس، لتوجه لهم عدة تهم أهمها قيامهم بالتحضير لتهريب قطع أثرية وعدم تسليمها للسلطات المختصة